السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا مزيانين وعشركم مباركة. الفيديو ديال اليوم غيكون الجزء الثاني او الفيديو الثاني من تجهيزات والتحضيرات ديال رمضان الكريم. اليوم غنوجدوا بسطيلات ديال الحوت بطريقه سهله بزاف بزاف، وفي الحقيقه جات واخا ما ذقتش البسطيلات ولكن ذقت الحشوه، جات لذيذه بزاف. الفيديو اللي خديت منه الوصفه غنخليه في صندوق الوصف ان شاء الله. هنايا غنوجد شرموله اللي غادي نطحنها في هذا الهشوار هذا، ومن بعد غادي نطيبها فوق البوطه. هنايا عندي القزبور تقريبا واحد القبطه صغيره، ضفت عليه شي 5 ولا 6 الفصوص ديال الثومه ونص حامضه مرقده اولا مصيره. هذاك الحامض المرقد اللي كيكون ماشي بلدي، هذاك اللي معسل غير عادي. طحنتهم مزيان مزيان، واخا هنا يعني هذا الهشوار هذا ما طحنليش مزيان، غنعاود نستعمل الطحانه الاخرى. هنايا في الجميله اولا في المهم هذا القدر، هذا القدر اللي غنطيب فيه الشرموله، عملت عصير ديال حامضه وحده، ضفت تقريبا نصف كاس صغير ديال زيت، ماشي صغير كبير، ديال زيت الزيتون. وغادي نضيف هذيك القزبر والثومه وايضا الحامض مرقد. غنضيف معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، ومعلقه كبيره ايضا ديال الهريسه. استعملت جوج ديال الانواع، خفت يعني لا تكون شي وحده فيها شي مذاق ماشي هو هذاك فخلطتهم. المهم معلقه كبيره ديال الهريسه، تقريبا شي 3 ديال المعالق كبار الى 4 ديال الصوجا، جوج وراق ولا 3 ديال سيدنا موسى او ورق الرند. غنضيف هنايا الفلفل الاسود اولا الابزار، غنضيف معلقه صغيره عامره ديال الكمون، ديال السكينجبير، ديال الخرقوم، وجوج معالق صغار ديال التحميره، وضفت شويه ديال البودره ديال الثومه. هنايا كنضيف التوابل ديال الحوت، شريت جبتهم معايا من المغرب، كنظن ديال البسطيله ديال الحوت. وغادي نخلط مزيان مزيان هذا الخليط هذا. هنايا بان لي ان هذوك الطروفه ديال الثومه يعني ما مسحوقينش مزيان، فغنحيد داك الورق ديال الرند، وغادي نجيب هذاك الطحان ديال اليد وغادي نطحنو مزيان. نطحن هذا الخليط هذا مزيان مزيان. فهنايا عاود طحنت هذيك الثومه مزيان بهذا الخلاط هذا اليدوي، وضفت ايضا زيت شويه ديال الزيت ديال الزيتون. قلت يعني واخا الا شاط الزيت ديال الزيتون في الاخر ممكن دهن به الورقه ماشي مشكل، المهم غير ما تجيش ناقصه. صافي من بعد ما طحنته غنحطها فنردها فوق البوطه. ضفت ايضا واحد الكاس صغير ديال الماء، في الحقيقه ضفت جوج كيسان صغار ديال الماء باش هاد العطريه هادي ما تحرقش وتاخذ الوقت ديالها في الطياب. غنردها هنايا طيب، غنخليها تقريبا واحد نص ساعه على نار مهيله طيب، غير تبان لي يعني تبخر هذاك الماء وتشحرات مزيان مزيان. صافي غادي نطفي لها ونخليها تبرد. عندي هنايا واحد 700 غرام ديال الكالامار، واخا كنظن هذا ماشي كالامار ولكن المهم هذا اللي كنلقى هنايا في السوق. غسلته مزيان واستقطرته من الماء، هو والكروفيت وايضا الحوت الابيض خليتهم كيستقطروا مزيان مزيان من الماء. قطعته هاد الكالامر هذا او هاد الحوت هذا، قطعته طريفات صغار، ومن بعد قسمت هذاك الكالامر على جوج بالعرض، ومن بعد قطعته بالموس. بالنسبه لهاد الحوت هذا ما عرفت انا في الحقيقه شنو سميتو، المهم حوت ابيض. شريته هكذا فيلي، واخا هو باقي فيه شويه ديال الشوك في الوسط. غادي سخنت الفران على درجه حراره تكون شي مرتفعه باش دغيا يطيب، ما يبقاش مده طويله في الفران، تقريبا 200. طبعا هذا الحوت هذا غسلته مزيان وقطرته مزيان مزيان يعني ما بقاش فيه الماء. غنضيف له شويه ديال هذيك الشرموله، تقريبا كل طرف ديال الحوت غنضيف له معلقه معلقه ونص، وشويه ديال الزويته هكذا من الفوق ديال نيت هاد الشرموله هادي. وغادي ندخلو الفران يطيب تقريبا 21 دقيقه ما كاملاش، وغنخرجو. غير يبان يعني ولا الحوت ابيض، صافي غادي نخرجو.
هنايا عندي الشعرية الصينية، غنضيف عليها الماء طايب وغنخليها تقريبا 2 دقائق ما كاملاش، غير نحس بها انها رطبات مزيان غنحيدها باش ما تجينيش معجنة في الحشوة، لان باقي غادي تطيب مع البسطيلة في الفران نطيبوها ان شاء الله. فقبضت هكذا المعلقة ديال الخشب وبديت كندفع فيها هكذا باش كلها تتغطى بالماء طايب وترطب. بالنسبة لهاد الكروفيت، هذا هو اللي لقيت كيتباع في السوق، كان يعني فيه، كان يعني ما منقيش، انا نقيته واخا كان شريته يعني طايب، حيدت له هذيك القشرة ديالو وغسلته مزيان واستقطرته من الماء، خليته كيقطر مزيان مزيان، ما فيه حتى نقطة ديال الماء تقريبا. غادي نضيف هنايا هذيك الشرموله اللي وجدت، تقريبا 1 3 ديال المعالق كبار، المهم حتى يبان لي كله تغطى مزيان بهذا الخليط هذا. وغادي نردو فوق نار متوسطه. هاد الكروفيت ديجا طايب كيف ما كتشوفوه، لذلك ما نخليهش مده طويله باش ما يقصحش، غير يعني غنشعلو العافيه مجهده غير تسخن هذيك الشرموله وغنحس به يعني تقلى، صافي غنطفيلو وغادي نحطو جانبا. بالنسبة للشعرية الصينية، من بعد ما خليتها تقريبا 2 دقائق في الماء صفيتها ونقطعها بهذه الطريقة هذه بالمقص. ضروري ما نقلبوها هكذا باش الا كانت شي طروفه لتحت يعني ما مقطعينش نقطعوهم. وغادي نضيف لها حتى هي الشرموله، تقريبا 3 4 ديال المعالق كبار، مهم غنبقى نزيد حتى نحس بها يعني تغطات مزيان، واكيد هذيك الشرموله اللي شاطت غنزيدها حتى هي في الاخير. هنايا خديت واحد السلافه هكذا كبيره اللي تقد لي الحشوه كامله، ضفت لها هذيك الشعريه الصينيه وبقيت كنخلط بيدي بشويه بشويه باش تفكك وما تبقاش هكذاك ملصقه ومعجنه. من بعد غادي نضيف لها هذاك، فيما نطيب شي حاجه غادي نزيدها لها. هنايا ممكن تضيفوا هذاك الشامبينيون ديال العلبه الا بغيتوا تطيبوه مع الشرموله من الاول، انا غنستعمل الشامبينيون طري، غنقطعوه حتى هو وغادي نسوطيه فيما بعد. هنايا غنضيف هذاك الكروفيت اللي صافي راه تقلى، وغادي نعمل نفس الطريقه ونفس الحاجه مع هذاك الكالامار او الحوت اللي شبيه بالكالامار، حتى هو غادي نحيد هذاك الماء طبعا من المقله اللي هبط من الكروفيت. غادي نزيد الشرموله حتى تسخن وغادي نضيف الكالامار لهذيك الشرموله وغادي نقليه. بالنسبه للكالامار كنشوف انا بزاف ديال الناس كيعملوه في الكوكوط كيسدوا عليه حتى كيطيب، اللي كنعرف انا يعني مش حاله دي سمعت هذه القضيه دي، ان الكالامار يا اما خصك تطيبو بزاف يا اما تطيبو غير شويه، والا غادي يجي قاصح وكيتجبد. الا طيبته في الكوكوط راه غادي يجي يعني طيبته بزاف غادي يجي رطب. بالنسبه لي انا غادي نطيبو غير شويه حتى يدخل فيه الطياب وصافي غادي نحيدو، ما غنطيبوش بزاف وراه بقى رطب، يعني غير ما نخليوهش مده طويله كيتقلى راه غادي يقصح ويجي يعني مطاطي بزاف. صافي غادي نضيفو على هذاك الكروفيت اللي طيبت. هنايا عملت نفس الشيء، خديت هذاك الشامبينيون اللي طري ابيض وقطعته طريفات، ضفت له الشرموله وقليته حتى هو، وغادي نضيفو لهذا الخليط هذا. هنايا غادي نبدا نخلط بالمعلقه الخليط هذا، من بعد ملي غيبرد شويه غنبدا نخلط بيدي باش نتاكد بان الشعريه يعني تخلطت مع الحوت كامل، ما تبقاش يعني جهه فيها غير الشعريه وجهه فيها الحوت. من بعد غادي نخرج هذاك الحوت اللي عملته في الفران يطيب وغادي نخليه يبرد. هنايا غادي نضيف هذيك الشرموله اللي شاطت طبعا، غادي نضيفها للشعريه وباقي المكونات وغادي نخلط مزيان مزيان بيدي
بالمعلقه حتى يبرد الخليط، وغادي نضيف وغادي نخلط بيدي. هنايا من بعد ما برد داك الحوت اللي خرجته من الفران غنفرتو، نحاول نخليه يعني كده طريفات شويه كبار. وايضا الا في شي شوك بالنسبه لهذا الحوت هذا اللي خديت الوسط ديالو فيه شويه ديال الشوك، فخليته حتى من بعد وعاود رجعت له يعني باش نقيته بشويه بشويه. دابا غادي نضيف غير هذوك الطرفه اللي ما فيهمش الشوك، ومن بعد نخلط واحد التخليطه خفيفه باش ما يترونش هذاك الحوت ويتفرتت وصافي. غادي نخلي هذا الخليط هذا او هذه الحشوه تبرد، غنغطيها نمشي نرتاح واحد شويه، غنصاوب واحد الكويس ديال القهوه نرتاح واحد شويه، نتوضى نصلي، وغادي نرجع نقضي شي حوايج اخرين، وغادي نرجع نعمر هاد البسطيلات هادو فيما بعد. هنايا غير كنوريكم يعني راه جمعت الكوزينه، غسلت الاواني، غطيت هذاك الزلافه الكبيره اللي فيها الحشوه، غنصاوب واحد الكاس ديال القهوه كيف ما قلت لكم، وغنمشي نرتاح واحد شويه. بالنسبه للبروجي الاخر اللي كان باقي خصني نصاوبو هو هاد المكتبه هادي، ضروري ما نخوي هاد الكتوبه هادو ونمسحها من الغبره ونعاود نستفهم مزيان. كنت حاطه يعني بزاف ديال المسائل حدايا باش نقادها، وفي الاخير يعني ما استعملتش بزاف ديال الحاجات. المهم انا غنوريكم الشكل النهائي ديال هذه المكتبه هذه. بالنسبه لهذيك الهلال وهذيك النجمه هما راه طبيصلات، كنت شريتهم تقريبا هذه شي 3 سنين من تركيا، وبقوا عندي في الكراج، عاد مشيت داك النهار ولقيتهم وجبتهم. بالنسبه لهذا الكتيب هذا كان الوالد الله يرحمه واحد شي نهار لقاه في شي مكتبه قديمه وخداه لي، يعني غير كنوريكم الوسط ديالو فيه الوصفات المغربيه التقليديه، وفيه حتى تصاور ديال الشباكيه مكتوبه كذا وصفه ديال المسكوته الى اخره. المهم كان عندي مع الكتوبه ولقيته. المهم غادي نرجع لهذيك المكتبه غنمسحها طبعا مزيان من الغبره، وغنرد لها الكتوبه وغنرد لها داك الشيء اللي ضروري خصو يترد. خليتها شويه خاويه كده باش ما يعمرش البيت بزاف، باش تبقى كده البيت شويه مهوي. فهذا هو الشكل النهائي. حطيت طبعا القران وكتب هكذا اللي يقدروا الدراري يقراوهم اللي ساهلين، وواحد كتاب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم هذا هو الشكل النهائي. بقات لي الدخله ديال الدار حتى هي كان خصني نقادها، كنت غنقادها البارح وطبعا ما بقاليش الوقت، ف دخلت واحد الشجره ديال الزيتون كان عندي في الباب. بالنسبه للناس اللي متبعيني هذه مده، كنت كان ملي كيبرد الحال كنخرج الغرس اللي عندي دائما حدا الباب باش هكذا ما كيبردش بزاف في الوقت ديال الشتاء، ما كيجمدش. دابا بدا كيسخن الحال شويه، نقدر ندخلهم للبالكون. المهم غنزيد نستنى واحد شويه حيت هاد الايامات كاين البرد مازال. فغندخل هذيك الشجره ديال الزيتون غنحطها هكذا في الدخله ديال الباب لداخل، خصوصا دابا كاين الشرجم وكاين الضو، يعني ما كنضش توقع على شي حاجه. غير هاد الشهر هذا ديال رمضان الا خلاتو القطه ما كلاتوش، الا كلاتو راه غادي نخرجو عاوتاني. بالنسبه لهداك الطبيصلات ديال الهلال والنجمه، ما عرفت بان ما عرفت، قلت هكذا نحطهم في الباب في الدخله ديال الباب هكذا كديكور وصافي. هذه هي الشجره ديال الزيتون كيف ما قلت لكم، الا خلات القطه. عاد تفكرت انا العام اللي فات كانت القطه كتاكل، كيعجبها تاكل هاد الوراق ديال الزيتون. المهم غنشوف شنو كاين، الا بان لي انه يعني في خطر غنخرجوا الباب فين كان. صافي هنايا غادي نرجع لهذوك البسطيلات ديالي، غنستعمل طبعا هاد الورقه هذه المربعه ديال
ديال الاسيويين، ما عرفتش الحقيقه واش ديال الاسيويين ولا غير ماركه عاديه. المهم غادي نحاول انني نفرق هذوك الاوراق من بعضياتهم، وغنحاول انني نقطعهم على شكل دائره باش يجيوني يعني ساهلين في التشكيل ديال هاد البسطيلات هادو، وما تبقاش الورقه بالزايد بزاف. فغنطويهم على أربعة في هذا الشكل هذا، وغنقطعهم صافي. غنفتحهم يعني شكل دائري، من بعد غادي نبدا نشكل في البسطيلات. وخا هكذا راه جا شويه مربع، غنزيد نقص واحد شويه من الجناب. بالنسبه للخليط اللي غادي ندهن به، غندهن هاد البسطيلات او هاد الورقه هذه بالزيت، وغنجمعها بالبيض اللي طربته. بيضه واحده راه قداتني، طربتها مزيان، وغادي نبدا نقاد في هاد البسطيلات هادو. غادي نبدا هنايا في التشكيل ديال البسطيلات، وخا رانا صوبت وحده. غادي ندهن بالزيت. بالنسبه لهاد الغطايه هادي ديال القرعه ديال النوتيلا، هي اللي لقيت عندي، ما عنديش شي زلافه صغيره. الحجم جا متوسط، ما كبير ما صغير. حاولت انني يعني نعمل شويه ديال الحشوه كثيره، واخا انني في الحقيقه ما عنديش مع الحوت بزاف، لذلك زدت الفرميسال بزاف، كتعجبني على المذاق ديال الحوت. الحقيقه كنت خايفه بزاف لانني ما كناكلش الحوت تقريبا نهائيا، ما بقيتش كنقدر عليه، خصوصا هذا اللي مجمد. واخا انا هذا شريته طري، ماشي الكروفيت، هذاك الحوت الابيض شريته طري. والمهم لذلك كثرت الفيرميسال. المهم هنايا جمعت الاطراف ديال الورقه ودهنتهم بالبيض، وغناخذ ورقه ثانيه. هاد الورقه هذه في الحقيقه يعني ما ناشفاش، الا كانت ناشفه دهنوها بالزيت، يعني قصدت ماشي ضروري يعني دهنوها من جوج جهات. الا كانت ناشفه، كاينين نفس الماركه شي بعض المرات كتكون وقيله قديمه كتكون ناشفه شويه، كندهنها من جوج جهات. هذه يعني ما دهنتهاش من جوج جهات، غير الورقه الاولى حقيقه وقيله نسيت. المهم انتوما شوفوا الورقه، الا بانت لكم ناشفه دهنوها، الا بانت لكم يعني الحشوه يعني راها كافيه زيتات الورقه ما تحتاج. غنستمر على غنستمر هكذا حتى نكمل الكميه ديال البسطيلات كامله. خدات هاد الكميه هادي ديال الحشوه، خدات تقريبا واحد الساعه ونص من بعد ما كملت هاد العدد، تقريبا واحد 27 حبه ديال البسطيلات. غنغطيهم بالبلاستيك. هنايا غير كنوريكم هادوك البريوات ديال الجبن، راني يعني حيدتهم من الصينيه وجمعتهم في واحد الكيس. وهنايا البسطيلات راني عملتهم في المجمد لتحت، غنخليهم حتى يجمدوا مزيان مزيان، ولغد ليه ان شاء الله غادي نجبدهم ونعملهم في واحد الكيس حتى هما. بالنسبه ليوم في الليل راني فسخت اللوز، وحاولت انني نقي شويه ديال الزنجلان اليوم، ولكن عييت في الليل. المهم حتى الغدا ان شاء الله غنصاوبوا البريوات ديال الدجاج، وغنحاول انني نبدا نصاوب في سلو، ماشي غنبدا يعني نحاول انني نكملو. دابا راه ما بقى والو ان شاء الله لرمضان. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم اللي غيكون غدا باذن الله. السلام عليكم.